السلام عليكم، والله كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. رجعنا لكم اليوم بفيديو جديد دائما على قناتنا وقناتكم. تخفيضات سارة ودائما مع الهميزات، دائما مع التخفيضات. غادي نولي ان شاء الله نحط لكم اشاك فوا اون فيديو اللي تكون فيها شي هميزه ان شاء الله اللي تعجبكم. وبالنسبه لهذا الفيديو ان شاء الله نزورا عن طلبكم، غادي يكون فيديو في كل ما كيخص الجرانيت وكذلك حتى الكوكوطات. غادي يكون ان شاء الله الميزات اللي زوينين بزاف، دي بروموسيون ان شاء الله اللي غادي يكونوا سبيسيال. فوالا، في الفيديو اللي فات كنا بزاف ديال الكومونتير كيسولوني هكا على الكوكوطات وكذلك حتى عبر الواتساب. فوالا، نزول عن طلبكم ان شاء الله اليوم غندير لكم دويره في هاد الجهه هادي. مرحبا، الف مرحبا بكم. والناس كيبغيو يجيو يزورونا في المحل فاكيد مرحبا بكم. المحل راه كاين في حي المنزه بعين عتيق في تماره، وكاين قرب البنك التجاري وفا بنك. الا كنتو جايين من جهه ديال تماره فوتو التجاري وفا بنك، الدوره الاولى اللي غتلقاوها اللي يديكم من اليسار ان شاء الله دوروا معاها. وبالنسبه للناس كيكونوا جايين من جهه ديال الصخيرات، كتخرجوا من الخرجه ديال لوطوغوت وكطلعوا نيشان حتى كتوصلوا للرون بوان ديال الجندرم. وكديروا الرون بوان كتشدوا هكا الطريق ديال عين عتيق، كدوروا على يدكم دليسر كتلقاو غادي نيشان حتى كتوصلوا للمحطه ديال افريقيا. الدوره الاولى اللي غتلقاوها موراها غادي تدوروا على يدكم دليمان. راه ان شاء الله غادي تلقاو المحل حدا واحد العطار. مرحبا والف مرحبا بكم، ان شاء الله تشرفونا بالزياره ديالكم. وبلا ما نطول لكم كثر ان شاء الله نبداو مع الفيديو ديال اليوم. والناس اللي بغاو يكومونديو راه كنخلي لكم دائما الانستغرام ديالنا والتيك توك وكذلك حتى النيمو ديال التليفون على الشاشه. مرحبا بكم، ونبداو ان شاء الله مع الكوكوطات. ونبداو مع هذا الموديل هذا، شوفوا اليوم ما شاء الله كيفاش كيجي. هذا راه كيجي عبار صغير، كيجي بحال هكا، كيجي فيه هكا 3 اترو وكيجي مع هكا الصفاره ديالها اللي كيجي هكا على هذا الشكل. بالنسبه لهذه كتجي كلها هكا بلينوكس، الثمن ديالها كتجي ب 450 درهم، ب 450 درهم فقط. وكاين كذلك حتى هذا لو موديل هذا اللي كيجي على هذا الشكل هذا، شوفوا لي ما شاء الله حتى هو كذلك كيفاش كيجي. بالنسبه لهذا راه كيجي في العبار ديالها كتجي 4 اترو، وحتى هي كذلك كتجي هكا بالصفاره ديالها، كتجي كلها هكا بلينوكس. بالنسبه للثمن ديال هذه فكتجي ب 500 درهم. واكيد كاينه حتى الكوكوط العجيبه اللي ديما كتعجبكم بزاف. بالنسبه لهذه فكتجي عمليه بزاف وكتجي سهله بزاف في الحله ديالها، غير كدوروا هذه بحال هكا وكتحل هكا، كتحلوها بكل سهوله. و اذا كتبغيو هكا تسدوها نفس الشيء، يعني كتدور هكا الجهه الاخرى وكتسد هكا سوغ بلاص، كتغلق هكا باحكام. وحتى هي كذلك كتجي معها هكا الصفاره ديالها. بالنسبه لهذه حتى هي كذلك كتجي كتهز 4 اترو، والثمن ديالها كتجي ب 620 درهم. الكوكوط العجيبه ب 620 درهم فقط. وكاين كذلك حتى هذا العبار هذا، شوفوا ليا ما شاء الله كيفاش كيجي. هذا كيجي ما شاء الله كبير، هذه كتجي الكوكوط ديال 6 اترو، كتجي حتى هي كدير كلها بلينوكس. هادو كلهم راه كيجيو ما شاء الله تقالين، وكيجيو اهم حاجه انهم كيجيو مدوبلين هكا في التحت، دونك ملي كتكونو كطيبو بيهم فما كيحرقوش. وبالنسبه للثمن ديالها فكتجي ب 550 درهم، 550 درهم هاد العبار هذا ديال 6 اترو. فوالا قداش كيجي مقارنه مع اليد ديالي. وكاين كذلك حتى هادي، هادي كتجي كوكوط حتى هي كذلك عجيبه. واللي زوين في هادي انها كتجي ما شاء الله كبيره، شوفوا ما شاء الله قداش كتجي، كتجي هكا بومبي في التحت، وحتى هي كذلك كتجي هكا مدوبله. والطريقه ديال الحلال والسدان ديالها سهله بزاف، غير كتكليكو من هنايا هكا باش كتحلوها بحال هكا، وملي كتبغيو كتسدوها فغير كتطو من هنايا وكتسد هكا سوغ بلاص. وهنا كتجي فيها الصفاره ديالها فيها دي نيفو، دونك هكا الا بغيتو هكا نيفو واحد الا كتقطي واش حجم ثاني كتخبطش بزاف هكا الوقت في الدياب، ولا ما كتبغيش هكا انها تد بزاف، دونك بحال مثلا الخضار ولا الروز ولا اي حاجه. ولا كنتو كطيبوا اللحم ولا شي حاجه اللي فريمون كيخصها تكون محكمه الاغلاق، فدونك كديروا ليها هكا النيفو الثاني. وهنايا ملي كتبغيو انكم تطلقوا هكا الهواء كتجي على هذا الشكل هذا. دونك بالنسبه لهذه فكيجي العبار ديالها كتجي كتهز هكا 9 اترو، شوفوا كتجي ما شاء الله كبيره. وبالنسبه للثمن ديالها فراها كتجي ب 700 درهم، هذه كتجي كلها حتى هي كذلك بلينوكس ب 300 ب 700 درهم عند محلكم تخفيضات ساره. نكملوا ودائما مع التخفيضات ودائما مع الهميزات. كاين كذلك حتى هاد المقلات هذه، شوفوا لي ما شاء الله قداش كتجي. بالنسبه لهذه فكتجي كامله هكا بالجرانيت، وكتجي الغلقه ديالها هكا كلها كيف كيبان لكم بالزجاج. بالنسبه للقطر ديالها فكتجي كتهز هكا فيها 28 سنتيمتر هكا بالعرض. وشوفوا لي ليبيسور ديالها، دائما ملي تبغوا تاخذوا الجرانيت ركزوا على ليبيسور ديالو باش كتاكدوا انه راه كتكون دلا بون كاليتي وكذلك تقالين. واليد ديالها كتجي كلها هكا بالسيليكون. بالنسبه للثمن ديالها فكتجي ب 280 درهم، 280 درهم ديال 28 سنتيمتر، كاين فيها هذا اللون هذا.
وكاين كذلك حتى هذه اللي كتجي ما شاء الله كبيره، كتجي ديال 30 سنتيمتر بالنسبه لهذه كتجي بها 300 درهم. نشوفوا فيها هذا اللون هذا الكرونه. نكملوا، كاين كذلك حتى هذا البلا هذا، شوفوا ليا ما شاء الله كيفاش كيجي. بالنسبه لهذا اللي زوين فيه انه تقدروا اما كطيبوا بها كنشا فوق البوطه، ولا كذلك حتى كتدخلوا هكا للفران كتجي فيها كنغلق ديالو كلها هكا بالزجاج، واللي ديال هكا كتجي هكا بلينوكس، وبلا كيجي ما شاء الله هكا كبير، ديروا هكا فيه حوته، ديروا فيه اي حاجه بغيتوا. وكيجي الثمن ديالها ب 250 درهم، شوفوا ما شاء الله كيجي فريمون غارق، والثمن ديالو كيجي 250 درهم فقط. وكاين كذلك الجديد، شوفوا ليا ما شاء الله هاد الكاسرونات كيفاش كيجيو، كيجيو هادو تري تري بون كاليتي، كتجي فيه شي حاجه اللي فريمون راقيه بزاف، وكيجي حتى هما كذلك شوفوا لي باسور ديالهم ما شاء الله كيفاش كيجيو. ويلا بغيتو تهناو خذوا هادو فريمون كيهنيوكم من ناحيه ديال اول حاجه ما كيلصقوش كاع نهائيا، كيجيو تقالين وفريمون كطلع فيهم الماكله غزاله، وكيجيو فيهم هكا الغلاقه ديالهم كلها هكا بالزجاج، ودايره من هنايا هكا بلينوكس، وعاد اللي ديالها كتجي كلها هكا بلينوكس. دونك بالنسبه لهذه اللي كيجيو فيهم ثلاثه ديال العبارات، دابا انا حاطه هنايا زوج ديال العبارات، كيجيو حتى العبار الصغير ديالهم، غير دابا هكا راه اتباع ما كاينش، ولكن راه كاين هكا في ستوك، راه باقي ان شاء الله غادي نعاود نحطو. دونك بالنسبه للعبار الصغير ديالها كيجي 120 درهم، هذا العبار هذا المتوسط كيجي الثمن ديالو 150 درهم، وفي كذلك حتى العبار الكبير ديالو كيجي الثمن ديالو ب 180 درهم. حتى هو كذلك كيجي اليدين ديالهم كلهم هكا بالسيليكون، والثمن ديالو 180 درهم، 150 درهم، 120 درهم. وكاين كذلك حتى هاد الساري هادي اللي كتجي هكا ديال الكاسرونات، شوفوا ليا ما شاء الله كيفاش كتجي، حتى هادي كتجي كلها هكا بالجرانيت، جرانيت ممتاز فوالا. واللي زوين فيها كتجي حتى هاد الملف هذا اللي كتبغوها كتكبو، دونك ما كيبقاش هكا كتهرق ليكم، كتكبو فريمون غير القياس. وكيجي هكا سيري فيه هكا خمسه ديال الكاسرونات، نورمالمون هما الثمن ديالهم 350 درهم، دابا حاليا اون بروموسيون ب 320 درهم. هاد لي برومو كامل اللي كندوزت لكم اليوم راه غادي يبقاو ان شاء الله مده اسبوع، دونك ان شاء الله الثلاثاء المقبل راه غادي يكون ان شاء الله لا برومو تسالات فيهم. دونك بالنسبه لهادو راه 320 درهم فقط. وكاين هاد الطاجين هذا الكبير ديال الكرانيت، شوفوا ما شاء الله قداش كيجي، كيجي فريمون هذا كبير، وكيجي شوفوا العلو ديالو اللي بكم كيهز مزيان، كيجي طاجين اللي عائلي فوالا، كيجي بحال هكا، وكيجي كله هكا بالكرانيت. واللي زوين فيه اكثر انه حتى اليدين ديالو كيجي ديجا فيهم السيليكون، دونك ملي كتبغيو تهزوهم ما كيحرقكمش، وحتى هنا في الفوق كيجي فيه هكا السيليكون، كيجي على هذا الشكل هذا، وفرق كيف كيجي الشكل ديالو هكا من الداخل، يعني فريمون كبير، وكله كيجي هكا بالكرانيت، وكيجي هكا حتى شوفوا لي بيسور ديال الكرانيت ديالو، يعني فريمون كيجي عريض وكيجي ثقيل ما شاء الله. دونك بالنسبه لهذا فكيجي الثمن ديالو ب 400 درهم، كيجي هكا في هذا اللون هذا الاسود، الثمن ديالو 400 درهم. وكاين كذلك حتى هذا الموديل هذا كيجي في هذا اللون هذا الكرونا، شوفوا ما شاء الله هذا كيجي الحجم ديالو هذا متوسط، كيجي بحال هكا، وبارك كيجي الشكل ديالو هكا من الداخل. بالنسبه لهذا فكيجي الثمن ديالو ب 200 درهم، فوالا قد كيجي مقارس مع اليد ديالي. وكاين هذا الموديل هذا، هذا تقريبا كيجي فحالو، غير هو كيجي الغلاقه ديالو كتجي بلينوكس، بالنسبه للثمن ديال هذا فكيجي غير ب 160 درهم فقط، عاد بحالكم تخفيضات سارة، وفوالا حتى هو كذلك كيفاش كيجي مقارس مع اليد ديالي، الثمن ديالو ب 160 درهم. نكملو وندوزو دابا لهاد الباك هذا، شوفوا ليا ما شاء الله كيفاش كيجي الشكل ديالو. دونك بالنسبة لهذا راه كيجي هكا لو باك، فيه ربعة ديال الطناجر مع البقلات ديالهم، دونك كيجي بحال هكا، كيجي لو باك كامل في نفس اللون، كيجي أول حاجة هادي الطنجرة الصغيرة ديالو، كيجي معاها كذلك حتى هادي الطنجرة المتوسطة، كاين فيها كذلك حتى هادي لي أكبر، وكاين فيها هادي الكبيرة كاع، شوفوا ما شاء الله قداش كتجي، وكيجي ما شاء الله الحجم ديالها كبير. بالنسبة لهادو كيجي هكا لو باك كامل مع كذلك حتى البقلات ديالو، شوفوا البقلات كيفاش كتجي، كتجي ما شاء الله كبيرة، تشوفوا فيها ولا ديروا فيها شنو ما بغيتوا، كلهم كيجيو بالكرانيت اللي ما كيلصقش نهائيا، وهذا الكاليتي الممتازة، الثمن ديالهم كيجيو ب 1000 درهم، تقدروا تقدموا كذلك حتى كهدية، يعني ما شاء الله كيجيو بريزونتابل، والثمن ديالهم ب 1000 درهم. عند محلكم تخفيضات سارة، كاين هاد لو موديل فيهم، وفيهم كذلك حتى هاد لو موديل، هذا حتى هو كذلك كيجي معاه المقلات نفس الشكل تماما ديال الشكل الآخر، غير هو كتجي اللي ديالها بحال هكا، يعني كيجي هكا في نفس لوتام، ومع اللون ديالها نفس اللون. دونك بالنسبة لهذا حتى هو كذلك غتشوفو كيف كتجي هكا العبر الكبير ديالو، كتجي فيه العبر المتوسط، الأصغر، وعاد هاد الصغير هذا، وعاد مع كيف ذكرت المقلات ديالهم، الثمن ديالهم كاملين كيجيو ب 1000 درهم. عند محلكم تخفيضات سارة. وكاين كذلك دائما مع
الاواني المنزليه كاين كذلك حتى البرامي. شوف حتى بغيتك راه كيجيو فيهم هكا العبارات وكيفيهم هكا زوج ديال لي موديل. دونك نبداو ان شاء الله مع اول شكل بالنسبه للبرامي. دونك كاين فيهم هاد لي موديل هادو، كاين هاد العبار هذا، شوفوا كيفاش كيجي. دونك بالنسبه هذا فريمون كيجي مقدود، كيجي على هاد الشكل هذا. بالنسبه للعائله ما كيكونش هكا كبار بزاف، دونك كتجي بحال هكا. وبالنسبه لهادو تقدروا تستغلوهم كطنجره، كيف تقدروا تستغلوهم ككوسكوسيغ. الطنجره كتحطوا هكا الغلاقه فوق الطنجره نيشان، ولا كديروا هكا معها الكوسكوسيغ ديالها. بالنسبه لهاد العبار هذا فكتجي كيجي ب 200 درهم. وكاين كذلك حتى هاد العبار هذا اللي كيجي اكبر. دونك بالنسبه لهذا كيجي كيز هكا 6 اترو، وحتى هو كذلك نفس الشيء كيجي لي دين ديالو كاملين هكا بلينوكس، ولا كالتي ديالو كتجي ممتازه، كيجيو ثقالين، والثمن ديالو كيجي ب 250 درهم. ودائما مع البرامي كاين كذلك حتى هاد لو موديل هذا. بالنسبه لهذا كاين هاد العبار هذا ديال 6 اترو، هذا اللي مميز فيه كيجي هكا الغلقه ديالو كلها هكا بزاج، وكتجي هكا دايره بلينوكس، وعاد كتجي البرمه على هاد الشكل هذا. بالنسبه للثمن ديال هذا فكيجي ب 300 درهم العبار ديال 6 اترو. وكاين حتى العبار الكبير ديالو ما شاء الله، كيجي هذا كيهز 12 اترو، كيجي على هذا الشكل هذا. حتى هو كذلك تقدروا ديروه كطنجره، كيف تقدروا ديروه هكا ككوسكوسيغ. وبالنسبه للثمن ديالها فكتجي ب 400 درهم. نكملوا وندوزو دابا لهاد الطناجر هادو. فوالا، دونك بالنسبه لهاد الطناجر هادو كاين هاد العبار هذا، شوف ما شاء الله قداش كيجي، راه كيجي كبير، كيجي سورتو هذا غارق، وكتجي غلاقه ديالو كلها هكا بالزجاج ودايره هكا بلينوكس. بالنسبه للثمن ديالها فكتجي ب 180 درهم. وكاين حتى العبار الكبير ديالها، شوفوا ما شاء الله قداش كيجي، راه كيجي عبار عائلي هذا، حجم كبير اكبر ما كاين، وكيجي على هذا الشكل هذا. بالنسبه لهذا كيجي الثمن ديالو ب 200 درهم فقط. وكاين كذلك حتى هاد لو موديل هذا، شوفوا كيفاش كيجي، حتى هو كذلك كيجي ما شاء الله الشكل ديالو راقي بزاف، وكيجي حتى هو كذلك اللي ديالو الغلاقه ديالو كلها هكا بالزجاج. بالنسبه لهذا فكيجي الثمن ديالو ب 230 درهم. وختامه بسك ان شاء الله مع هاد الطنجره هذه. بالنسبه لهذه اللي مميز فيها انها كتجي كتدخل حتى للفران، كتجي اللي ديالها كيجي معها اللي ديال السيليكون. دونك هذه يدي كديرهم هكا في هاد البلاصه هنايا، وفي هاد البلاصه الا بغيتو طيبوها فوق البوطه، ولا باش تهزو بها، ولا بغيتو تدخلوها في الفران كتحيدوهم ليها وكتدخلوها هكا حتى للفران. كتجي فريمون الشكل ديالها رائع بزاف. وهذه الناس كيعجبهم هكا الطنجره تكون قصيره هكا وعريضه، فهذه كتجي هكا مناسبه بزاف. وبالنسبه للثمن ديالها فكتجي ب 300 درهم. حتى لا كانت ديال الجرانيت ديالها كتجي ممتازه. الوغ فوالا، كان هذا هو الفيديو ديالو. قبل ما ننهي الفيديو بغيت نذكركم بالطومبولا، راها مازال مستمره وان شاء الله السحب غادي يكون يوم الاحد المقبل. دونك الناس كامل اللي كيجيو عندنا المحل كيشرفونا بزيارتهم، فراهم اوتوماتيكمون كيدخلوا هكا في السحب. كتكتبوا هكا السميه ديالكم والنيمو ديال التليفون وغتدخلوا ان شاء الله هكا في السحب. والناس كذلك اللي بعادوا كيبغيو انهم يكومونديو، فحتى نتوما ان شاء الله راكم غادي تدخلوا في السحب. مرحبا والف مرحبا بكم كاملين. كنشكركم دائما على الوفاء ديالكم، على كومونتير زوينين ديالكم بزاف اللي كيفرحوني، وكذلك حتى على الوفاء ديالكم. مرحبا ألف مرحبا بكم كاملين. الفيديو المقبل بإذن الله، إلى اللقاء.